هذا اللي يا شيخ Recording in الشيخ progress. إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء، والإخوة ممتنين لكم بعد شكر الله تعالى على إتاحة هذه الفرص لقراءة سماحتكم على وريدكم حفظكم الله. وهذا الكتاب جمع الجوامع، الحمد لله ما شاء الله، يعني مما رأينا في إثباتكم وسمعنا عنا أنكم قرأتموه على الوالد حفظكم الله، والإخوة يريدون أن يسمعون منكم هذا الكلام حفظكم الله. ايوه قرانا للوالد كاملا شيخنا كاملا مرات عديدة. ما شاء الله، وكذلك الشرح، شرح المحلي عليه. نعم ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، نفع الله بكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب نبدأ يا شيخ سعيد. نعم، ما دام الصوت واضح عند الأخوة، تفضل حفظك الله ولا تنسى الأولية. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه للعلامة الفقيه تاج الدين عبد الوهاب بن التقي علي بن عبد الكاف السبكي الشافعي المتوفى سنة 71 و700، قلتم حفظكم الله شيخنا. قال: أخبرنا بجميع الكتاب الوالد رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا بجميعه محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الباري الأهدل. قال: أخبرنا بجميعه محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. قال: أخبرنا بجميعه الحسن بن عبد الباري الأهدل. قال: أخبرنا الوجيه الأهدل عن المرتضى الزبيدي عن ابن عزام الزعبلي عن الشمس البابلي عن الشمس الرملي عن والده الشهاب الرملي عن الحافظ السيوطي. قال: أخبرنا أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد القمصي بقراءة عليه لجميعه. قال: أخبرنا الجمال عبد الله أخبرنا الجمال عبد الله بن علي الكناني الحنبلي بسماعه له من لفظ المؤلف. قال: حاء وعاليا رواه الوجيه الأهدل بإسناده إلى زكريا الأنصاري عن العز بن الفرات عن المؤلف. وبأسانيد قلت: قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى: قاضي القضاة حاكم الحكام علم الأئمة الأعلام مفتي لنا من شيخ الإسلام تاج الدنيا أحد المجتهدين حجة المصنفين عمدة المفتين سلطان الأصوليين حامل لواء الفقه والمحدثين أبو نصر عبد الوهاب نجل أمة الشيء أو نجم بياض الأمة عن الشيخ شيخ الإسلام حسنة الأيام تقي الدين حجة الله نجل الأم قال فراغ الأمة شيخ الإسلام حسنة الأيام تقي الدين حجة الله علي على حجة الله على أهل زمانه الداعي إليه في سر وإعلان إقامة المبتدعين سلطان المجتهدين أبي الحسن علي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي أسبغ الله ظلاله وختم بالصالحات أعماله. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بزيادها، ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وأصحابه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ ما قام بياضها وسوادها. ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشبيه الوارد من زهاء مئات مصنف من هلن يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمناهج مع مزيد كثير ويحصر في مقدمات وسبعات كتب.
قال: الكلام في المقدمات أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب المكتسب من أدلتها التفصيلية، والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله، والحس والحسن والقبح بمعنى ملامة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقليا، وبمعنى ترتب الدم عاجلا والعقاب آجلا شرعيا خلافا للمعتزلة، وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل، ولا حكم بقابل إلا الشرع، بل الأمر موقوف على وروده. وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقطف فثالثها الأمر الوقوف عن الحظر والإباحة، والصواب امتناع تكريمه في الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القاتل، وأثم القاتل لإيثاره نفسه. اللهم قال: ويتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزله، فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب او غير جازم فندب، او الترك جازما فتعليم او غير جازم بنهي مقصوص فكراهه، او بغير مقصوص خلاف الاولى، او التغيير باباحه، وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فرطع وقادع وليفت حدودها، والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي، والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي، ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة، ووجوب إتمام الحج لأن نفله كمرضي نية وكفارة وغيرهما وغيرهما، والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معذف أو غيره، وشرط يأتي، والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص، وصحة موافقة ذي الوجهين شرعا، وقيل في العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إذ قال وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤه كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء، ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. قال: والأداء فعل بعض ما، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل، والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا، والقضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا، والمقضي المفعول، والإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلالة المكررة معادة، والحكم الشرعي وإن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب للحكم الأصلي، فرخصة كأكل الميتة والقصد والسلام وفطر مسافر لا يجد الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى، وإلا فعزيمة. قال: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، واختلف ائمتنا هل العلم عقيبه مكتسب، والحد الجامع المانع، ويقال المضطرد المنعكس، والكلام بالازل، قيل لا يسمى مخطابا، وقيل لا يتنوع، والنظر فكر مؤدي الى علم او ظن، والادراك بلا حكم تصور، وبحكم تصديق، وجازم الذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتقاد، وصحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك، لانه إما راجح أو مرجوح أو مساو. والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الدين الجازم المطابق لموجب، وقيل ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين عسير، فرأي الإمساك عن تعريفه. ثم قال المحققون لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات، والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل تصور المعلوم على خلاف آياته، والسهو الذهول عن المعلوم. مسألة: الحسن المد واجبا ومندوبا ومباحا، وقيل وفعل غير المكلف، والقبيح المني ولو بالعموم، فدخل خلاف الأولى. وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. المسألة: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما. وقال الإمام عليه: أحد الشهرين والخلف الأفضل، في كون المندوب مأمورا خلاف، ولا صح ليس مكلفا به، وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزاما ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي، ولا صح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف الأفضل، وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي عدم الحرج، وقيل الإباحة وقيل الاستحباب. مسألة: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحد لا بعينه، وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين، فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختار المكلف، فإن فعل الكل فقيل الواجب على، وإن ترك فقيل يعاقب على أدناه، ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة، وهي كالمخير، وقيل لم ترد به اللغة. مسألة: فرض الكفاية مهم يقصد الحصول من غير نظر بالذات إلى فعله، وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين،
وهو على البعض وفاقا للامام لا الكل خلافا لشيخ الامام والجمهور والمختار. البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل من قام به، ويتعين بالشروع على الاصح وسنه الكفايه كمرضيها. مساله الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لاداه، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم. وقيل الاول فان خلقه فقضى، وقيل الاخر فان قدم فتعجيل، والحنفيه ما اتصل به الاداء من الوقت، والا فالاخر والكرخي وان قدم وقع واجبا بشرطه، وقع واجبا بشرط بقاء مكلفا. ومن اخر مع ظن الموت عصى فان عاش وفعله، فالجمهور اداء، والقاضيان ابو بكر والحسين قضى. ومن اخر مع ظن السلامه بالصحيح ولا يعصي بخلاف ما وقت العمر كالحج. مساله المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب وفاقا للاكثرين. وثالثها اذا كان سببا، ان كان سببا كالنار للاحراق. وقال امام الحرمين ان كان شرطا شرعيا لا عقليا او عاديا فلو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره وجب، او اختلطت منكوحه باجنبيه حرمت أو طلق معينة ثم نسيها. مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلاف للحنفية، فلا تصح الصلاة بالأوقات المكروهات وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح. أما الواحد بشخص أو جهتان كالصلاة بالمغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب، وقيل يثاب القاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندها. وأحمد لا صحة ولا سقوط، والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب. وقال أبو هاشم بحرام، وقال إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي وهو دقيق. قال والساقط على جرح يقتل ان استمر، وكفاه ان لم يستمر، قيل يستمر وقيل يتخير. وقال امام الحرمين لا حكم به، وتوقف الغزالي. مساله يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع اكثر المعتزلات وشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه، ومعتزلات بغداد والامدي المحال لذاته. وامام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغه الطلب، والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. مساله الاكثر ان حصول شرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، وهي مفروضة من تكليف كامل بالفروع وصحيح وقوعه خلافا لأبي حميد الإسفرايني. وأكثر الحنفية مطلقا، وأكثر الحنفية مطلقا، ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين في من عدا المرتد. قال الشيخ الإمام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع إلى الإتلاف والدلالة وترتب أثر العقود. مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي كفه أي انتهى وفاقا للشيخ الإمام، وقيل فعل ضد، وقال قوم الانتفاء، وقيل يشترط قصد الترك. والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشره بعد دخول وقته الزاما وقبله اعلاما، والاكثر يستمر حال المباشره. وقال الامام والغزالي ينقطع، وقال قوم لا يتوجه الا عند المباشره وهو التحقيق. فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي. مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إيثاره مع علم الأمر، وكذا المأمور في نظر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، وكأمر رجل بصوم يوم عالم موته قبله، خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة. أما مع جهل الأمر فاتفاق. خاتمة قال الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن، وعلى البدن كذلك. قال الكتاب الأول في الكتاب وهم باحد الأقوال، قال الكتاب القرآن والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح، لا غير براءة على الصحيح لا ما نقل أحدا على الأصح. قال وسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء، ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح، وأنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام، وقيل ما وراء السبعة، أما إجراه مجرى الأحاد فهو الصحيح. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية، ولا ما يعنى به غير ظاهر إلا بدليل خلافا للمرجئة، وفي بقاء المجمل غير مبين. ثالث والأصح لا يبقى المكلف بمعرفته، والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. المنطق والمفهوم، المنطق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره، كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. واللفظ قال واللفظ إن دل جزء على جزء معنى فمركب، وإلا فمفرد، ودلالة اللفظ على معناه مطابقات، وعلى جزئه تطمن، ولازمه الديني التزام، والأول أولى لفظية، الثنتان عقليتان. ثم المنطوق إن توقف الصدق والصحة أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فإن وافق حكم المنطوق فموافقة فحوى موافقة. قال فحوى الخطاب إن كان أولى، ونحن إن كان مساويا، وقيل لا يكون مساويا. ثم قال الشافعي والإمامان دلالة قياسية، وقيل لفظية.
فقال الغزالي والامدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازيه من اطلاق الاخص على العام، وقيل نقيل اللفظ لا عرفا، وان خالف فمخالفه وشرطها لا يكون المسكوت تورك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرجا للغالبي خلاف الامام الحرمين او لسؤال او حادثه او لجانب حكمه او غيره مما يقتضي التخصيص من ذكره، ولا يمنع قياس المسكوت من منطق، بل قيل يعم المعروض وقيل لا يعم اجماعا، وهو صفه كالغنم السائمه او سائمه الغنم لا مجرد السائمه على الاظهر. قال وعلي المنفي وغير سائمتها وغير مطلق السوائم قولان، ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما، ومثل لا عالم إلا زيد، وفصل مبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول وعلى وأعلاه، لا عالم إلا زيد، ثم ما قيل منطوق بالإشارة ثم غيره. مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل شرعا وقيل معنى، واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وابن خويز من داد، وبعض الحنابلة أنكر أبو حنيفة كل مطلق، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع، وإمام الحرمين صفة لا تناسب، وقوم العادة دون غيره. مسألة الغاية قيل منطوق، والحق مفهوم يتم الشرط والصفة المناسبة، ومطلق الصفة غير العدد فالعدد، وتقديم المعمول لدعوى البيانين إفادة والاختصاص. وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان والاختصاص الحصر خلافا لشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس هو الحصر أو ليس هو الحصر. مسألة إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق شيرازي والغزالي وإلكيا والإمام والشيخ الإمام تفيد فهما، وقيل نطقا وبالفتح لا صح، وبالفتح لا صح، أن حرف أن فيها فرع المكسورة، ومن ثم ادعى الزمخشري وإفادتها الحصر. مسألة الموضوعات اللغوية من الألطاف حدود الموضوعات اللغوية ليعبر عن ما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي الألفاظ الدالة على المعاني. قال وتعرف بالنقل تواترا أو أحادا باستنباط العقل من النقل لا بمجرد العقل، ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف هجاء أو مركب، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، ولا تشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبت، فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل بل كافية من دلالة اللفظ على المعنى، واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لديني خلافا للإمام. وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو، وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. قال الإمام واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال الحركة معنى توجب تحرك الذات. مسألة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية علمها الله عز وجل بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم ضروري، وعزي إلى الأشعري وأكثر المعتزلة، قال وعزي إلى الأشعري وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفان وبالإشارة والقرينة كالطبل والأستاذ، القدر المحتال بالتعريف توقيف وغير محتمل، وقيل عكسه وتوقف كثير المختار الوقف على المقاطع وأن التوقيف مضرون. مسألة قال القضاء القاضي وامام الحرمين والغزالي والامدي لا تثبت اللغه قياسا، وخالف ابن سريج وابن ابي هريره وابو اسحاق الشيرازي والامام، وقيل تثبت الحقيقه لا المجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. قال مساله اللفظ والمعنى ان اتحدا فان منع تصور معناه الشركات فجزئي، والا فكلي متواطئ، ان استوى مشكك، ان تفاوت وان تعدد فمتباين، وان اتحدا المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه، وعكسه إن كان حقيقة فيما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز، والعالم موضع لمعين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص، وإلا فعلم الجنس، وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم جنس. مسألة الاشقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير، وقد يضطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة، ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة، ومن بناء متفقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم على إسماعيل مذبوح، فإن قام به ما له اسم فإن قام به ما له اسم وجب الانشقاق، وما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب، والجمهور على اشتراط بقاء المشق منه في كون المشق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء وثالث الوقف، ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة من عليه حال التلبس إلى النطق خلافا للقرا فيه، وقيل إن طرأ على المحل وصف وجوده يناقض الأول ولم يسمى بالأول إجماعا، وليس من المشتق يشعر بخصوصية الذات. مسألة المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا وللإمام في الأسماء الشرعية، والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح،
والحق عبادة التابعي تقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي إذا كان من لغتين. مسألة: المشترك واقع خلافا لثعلبة والأباري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن قيل والحديث وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط. مسألة: يصح إطلاقه على معنيه مع أن جازا عن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وظاهر فيما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي مجمل ولكن يحمل احتياطا. وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه لغة وقيل يجوز بالنفي لا للإثبات والأكثر أن جمعه باعتبار معنيه ساغ مبني عليه وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي. ومن ثم عما نحو افعل الخير والواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان. الحقيقه لفظ مستعمل في موضع له امتداء وهي لغويه عرفيه وشرعيه ووقع الاوليان يعني ونفى قول امكان الشرعيه والقاضي وابن قشيري وقوعا. وقال قوم وقعت مطلقا وقوم الا الايمان وتوقف الامدي والمختار وفاق لابي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاكم وقوع الفرعيه لا الدينيه. ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع وقد يطلق على المندوب والمباح. المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقه فعلم وجوب سبق الواضع وهو اتفاق للاستعمال وهو المختار قيل مطلقا ونصح لما عدا المنصري وواقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا وللظاهريه بالكتاب والسنه. وانما يعدل اليه في قرين الحقيقه او بشاعتها او جارها او بلاغتها او شهرتها او غير ذلك وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستعير الحقيقه خلافا لابي حنيفه. وهو والنقل خلاف الاصل واولى من الاشتراك قيل ومن الاضمان والتخصيص واولى منهما وقد يكون بالشكل او صفه ظاهره او باعتبار ما يكون قطعا او ظنا لا احتمالا وبالضد والمجاورة زيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبالعكوس وما بالبين على ما بقوة. وقد يكون بالإسناد خلافا لقوم وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني ومنع الإمام الحر مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتابع ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة. ويعرف بتبادل غيره لولا القرينة وصحة نفي وعدم وجوب الاضطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل. والمختار شرط السمع من نوع في نوع المجاز وتوقف الآمدي. مسألة: المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القرآن وفاقا لشافعي وابن جرير والأكثر. مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة أو مجاز باعتبارين والأمران منتفي يعني قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب فبالشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي. وقال الغزالي والآمدي في إثبات الشرعي وفي النفي الغزاء وفي النفي قال الغزالي مجمل والآمدي اللغوي. قال وفي تعارض المجاز الراجح وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة ثالث والمختار مجمل وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من الخطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري. الصوت واضح عندكم شيخنا أحسن الله إليكم. واضح أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم. قال آمين. رحمه الله تعالى: مسألة: الكناية لفظ استعمل في معنى ومراد منه لازم المعنى فهي حقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم يعني اللازم فهو مجاز. والتعريض لفظ استعمل في معنى ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا. قال الحروف: أحدها إذا قال سيبويه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما وقال الفارسي غالبا. الثاني إن للشرط والنفي والزيادة. الثالث أو للشك والإبهام والتغيير ومطلق الجمع والتقسيم وبمعنى إلى والإضراب كبل. قال الحريري والتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع. الرابع أي بالفتح والسكون للتفسير ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط. أقواله بالتجديد للشرط والاستفهام وموصولة دالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيها. الخامس طب يا أخوان ننبه إذا كان هناك زيادات اكتبوها وأنا سأقرأها في نهاية المجلس حتى لا تنقطع القراءة. قال رحمه الله تعالى: الخامس إذ اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول ومضافا إليه اسم زمان وللمستقبل في الأصح. والتاني دون التعليل حرفا وقيل ظرفا وللمفاجأة وفاقا للسيبويه. السادس إذا للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك. وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج وزمخشري ظرف زمان وتلد ظرفا للمستقبل مطمنة معنى الشرط غالبا ونادى رمجه عن الماضي والحال.
السابع الباب للالتصاق حقيقة ومجازا والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدل والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التابعي وفاقا للأصبعي والفارسي وابن مالك. الثامن بل للعطف والإضراب إما للإبطال أو للانتقال من غرض إلى آخر. التاسع بيدا بمعنى غيره بمعنى من أجل وعليه بيداني من قريش. العاشر ثم حرف عطف للتشريك والمولة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي. الحادي عشر حتى لانتهاء غاية غالبا وللتعليل وندر الاستثناء وندر الاستثناء. الثاني عشر رب للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحد ما خلاف لزعم ذلك. الثالث عشر على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وقد بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء والمصاحبة والمجاوزة والتعليل والظرفية والاستدراك والزيادة. أما على يعلو ففعل. الرابع عشر الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه وللسببية. الخامس عشر في للظرفين والمصاحبة والتعليل والاستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن. السادس عشر كي للتعليل وبمعنى أن المفصلية. السابع عشر كل اسم لاستغراق افراد المنكر والمعرف المجموع واجزاء المفرد المعرب. الثامن عشر اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة العاقبة والتمليك وشبه وتوكيد النفي والتعدية والتأكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد وفي وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن. التاسع عشر لولا حرف مقتضى في الجملة الاسمية امتناع جواب لوجود شرط وفي المضارعات التعضيد والماضيات التوبيخ قيل وترد للنفي. العشرون لو شرط للماضي وتقل للمستقبل قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناع لامتناع وقال شلوبين لمجرد ربط وصحيح وفاقا للشيخ الامام امتناع ما يليه واستلزامه لتانيه ثم ينتمي التاني الناسب ولم يخرب المقدم غيره لو كان فيه آلية الا الله لفسدتا لا ان خلفه كقولك لو كان انسانا لكان حيوانا ويثبت ان لم ينافي سبب الاولى كلو لم يخف لم يعصي او المساواه كلو لم تكن ربيبه المال لما حلت الرضاع او الادون كقولي لو انتفت قوه النسب لما حلت الرضاع وترد للتمني والعرض والتعضيد والتقليل نحو لو بظنف محرق. قال الحادي والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقلال ولا تفيد تأكيد النفي ولا تبيده وخلافا لمن زعمه وترد للدعاء وفاق لابن عصفور. الثاني والعشرون ما ترد اسمية وحرفية وموصولة ونكرة موصوفة وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة. الثاني والعشرون من لابتداء الغاية غالبيا وللتبعيض والتبيين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص العموم والفصل ومرادفة الباء وعن وفي وعند وعلى. الرابع والعشرون من شرطية وسفهامية وموصلة ونكرة موصولة قال أبو علي ونكرة تامة. الخامس والعشرون هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي. السادس والعشرون الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية. الأمر أمر أمر حقيقة بالقول مقصود مجاز بالعلم وقيل للقدر المشترك وقيل مشترك بينهما قيل وبين الشأن والصفة والشيء وحد اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغيره كفا ولا يعتبر فيه علو ولا استعلان وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو وابو الحسين والامام والامدي وابن الحاجب الاستعلاء واعتبر ابو علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديهي والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة. قال مثلا القائلون بنفسه اختلفوا هل الأمر صيغة تخصه والنفي عن الشيخ فقيل للوقف وقيل للشراك والخلاف في الصيغة فعل وتريد للوجوب وتريد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار. والجمهور حقيقة بالوجوب لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وقيل في الندب وقال الماتريدي للمشترك بينهما وقيل مشتركة بينهما وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيما وقيل مشتركة فيما وفي الإباحة
وقيل في الثلاثة والتهديد، وقال عبد الجبار لإرادة الامتثال، وقال البري وأمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للنبي، وقيل مشتركة بين الخمسة الأول، وقيل بين الأحكام الخمسة والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين، حقيقة من الطلب الجازم فإن صدر من الشارع وجب الفعل، وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام. وإن ورد بعد حضر قال الإمام استدان فللإباحة، وقال أبو الطيب وشيرازي والسمعاني والإمام للوجوب، وتوقف إمام الحرمين. أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، وقيل للكراهة، وقيل للإباحة، وقيل لإسقاط الوجوب، وإمام الحرمين على وقفه. مسألة: الأمر بطلب الماهية لله لتكرار ولا مرة، والمرة ضرورية وقيل مدلولة، وقال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقا، وقيل إن علق بشرط أو صفة، قال وقيل بالوقف ولا لفور خلافا لقوم، وقيل للفور أو العزم، وقيل مشترك المبادر منتظر خلافا لمن منع ومن وقف. مسألة: الرازي والشيرازي وعبد الجبار الأمر يستلزم القضاء، وقال الأكثر القضاء بأمر جديد. ولا صح ان الاتيان بالمامور به يستلزم الاجزاء، وان الامر بالامر بشيء ليس امرا به، وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه، وان النيابه تدخل المامور الا لمانع. مساله: قال الشيخ: والقاضي الامر النفسي بشيء معين لا يمنع عن ضده وجوده، وعن القاضي يتضمنه عليه عبد الجبار وابو الحسين والامام والعمدي، وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه، وقال امر الوجوب يتضمن فقط. أما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمن على الأصح، وأما النهي فقيل أمر بالضد، وقيل على الخلاف. مسألة: الأمران غير متعاقبان، الأمران غير متعاقبين أو بغير قال أو بغير متماثلين، غيران والمتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع من التكرار، والثاني غير معطوف فين قيل ومعمول به، وقيل تأكيد، وقيل بالوقف وفي المعطوف التأسيس وارجع، وقيل التأكيد بين رجع، التأكيد بعادي قدم، وإلا في الوقف أن يقتضى كف عن فعل لا بقول كفة، وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، وقيل مطلقة، وتنهيد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس، وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق، وجميعا كالزنا والسرقة، ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات مطلقا، وفيها رجع قال ابن عبد السلام أو احتمل الرجوع إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر، وقال الغزالي والإمام في العبادات فقط، فإن كان لخارج كالوضوء بمقصود لم يفد عند الأكثر، وقال أحمد يفيد مطلقا ولفظه حقيقة، وإن انتفى الفساد لدليل، وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا. نعم، المني عنه لعينه غير مشروع ففساده عارضي، ثم قال والمنهي عنه لوصفه يفيد الصحة، وقيل إنه في عنه القبول، وقيل بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل أولى بالفساد. العام والخاص: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، والصحيح دخول النادرات وغير المقصودة تحته، وأنه قد يكون مجازا، وأنه من عوارض الألفاظ قيل والمعاني، وقيل به في دينه، ويقال للمعنى عام وللفظ عام. قال ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا، لا كل ولا كلي، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي، وعلى كل فرد بخصوصية بخصوصية ظنية، وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، وعليه الشيخ الإمام. مسألة: كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة، وقيل للخصوص، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف، والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عدل خلافا لأبي هاشم مطلقا والإمام الحرمين إذا احتمل معهود، والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا والإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتالي زاد الغزالي وهو تميز بالوحدة، والنكرة في سياق النفي للعموم وطن، وقيل لزوما، عليه الشيخ الإمام نصا بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى، وقد يعم اللفظ عرفا كالفحواء وحرمت عليكم أمهاتكم، أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف، وكمفهوم المخالفة والخلاف في أنه لا عموم له لفظي، وفي أن الفحواء بالعرف والمخالفة بالعقل قد تقدم. ومعيار العموم الاستثناء والأصح، وأن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان، وأنه يصدق على الواحد مجازا، وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارض عام آخر ثالث ويعم مطلقا. قال وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت قيل وإن أكلت، ولا المقتضى والعطف على العام والفعل المثبت، قال والفعل المثبت ونحو ما كما ونحوي،
كان يجمع بالثمر ولا المعلق بعلة لفظا ولا المعلق بعلة لفظا، لكن قياسا خلافا لزعم ذلك، وان ترك الاستبصار ينزل منزلة العموم في المقال، وان نحو يا ايها النبي لا يتناول امته، ونحو يا ايها الناس يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وان اقترن بقل، وثالثها التفصيل، وانه يعم العبد والكافر ويتناول الموجودين دون من بعدهم، وان من الشرطية تتناول الاناث، وان جمع المذكر السالم لا تدخل فيه نساء ظاهرة، وأن خطاب الواحد لا يتعدى، وقيل يعم عادة، وأن خطاب القرآن والحديث به أهل الكتاب لا يشمل الأمة، وأن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا، وأن نحو خذ من أمواله ما يقتضي الأخذ من كل نوع وتوقف الهامدي، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده، والقابل له حكم ثبت لمتعدد، والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمع، وإلى أقل الجمع إن كان، وقيل مطلقا، وشد المنع مطلقا، وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور، وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله، والعام المخصوص عموم مراد مراد تناولا لا حكم، والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزء، ومن ثم كان مجازا قطعا، والأول الأشفع حقيقة ووفاقا للشيخ الإمام والفقهاء، وقال الرازي إن كان الباقي غير من حصر وقوم خص بما لا يستقل، وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبارين تناوله والاقتصار عليه، والأكثر مجاز مطلقا، وقيل إن استثني منه، وقيل إن خص بغير لفظ، والمخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خص بمعين، وقيل بمتصل، وقيل إن أنبأ عنه العموم، وقيل في أقل الجميع، وقيل غير حجة مطلقة، وأيه تمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج، وثالثه إن ضاق الوقت ثم يكفي بالبحث الظن، قال ثم يكفي بالبحث الظن خلافا للقاضي. المخصص قسمان، الاول متصل وهو خمسه، الاول الاستثناء وهو الاخراج الا او احدى اخواتها من متكلم واحد، وقيل مطلقا ويجب اتصاله عاده، وعن ابن عباس الى شهر، وقيل سنه، وقيل ابدا، وعن سعيد بن جبير 4 اشهر، وعن عطاء والحسن في المجلس، وعن مجاهد 2 سنين، وقيل ما لم ياخذ في كلام اخر، وقيل بشرط ان ينوى في الكلام. قال وقيل بشرط ان ينوى في الكلام، وقيل يجوز بكلام الله فقط، اما المنقطع فثالث ومتواطئ، والرابع مشترك، والخامس الوقف، والاصح وفاقا لابن الحاجب ان المراد بعشره في قولك عشره الا ثلاثه، العشره باعتبار الافراد، ثم اخرجت ثلاثه ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا، وقال الاكثر المراد سبعه والا قرينه، وقال القاضي عشره الا ثلاثه بازاء اسمين مفرد ومركب، ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ، قيل ولا الأكثر، وقيل ولا المساوي، وقيل إن كان عدده صريحا، وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح، وقيل لا مطلقا، والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس خلافا لأبي حنيفة، والمتعددة إن تعاطبت الأول، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرق هو الوارد بعد الجمل المتعاطبة للكل تفريقا، وقيل جمعا، وقيل إن سيق الكل لغرض، وقيل إن عطف بالواو، وقال أبو حنيفة والإمام للآخرة، وقيل مشترك، وقيل بالوقف، والوارد بعد مفردات أولى بالكل. أما القران بين الجملتين لفظ فلا يقتضي التسوية بغير المذكور حكما خلافا لأبي يوسف والمزني. الثاني الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، وهو كالاستثناء اتصالا، وأولى بالعود على الكل على الأصح، ويجوز الإخراج الأكثر به وفاقا. الثالث الصفة، كالاستثناء في العود ولو تقدمت، أما المتوسطة والمختار اختصاصها بما وليته. الرابع الغاية، كالاستثناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي، مثل حتى يعطوا الجزية، وأما مثل حتى مطلع الفجر، وأما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم، وكذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. الخامس بدل البعض من الكل ولم يذكرون أكثرون، وصوبهم الشيخ الإمام. القسم الثاني المنفصل، يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي. الأصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواترة، وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. والثالث أن خص بقاطع، وعندي عكسه، وقال الكرخي بمنفصل، وتوقف القاضي. الصوت واضح عندكم شيخنا؟ واضح. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم. إياكم وإياكم. قال وبالقياس،
قال: وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجبائي ان كان خفيا، ولقوم ان لم يكن صوم مخصصا من العموم، وللكرخي ان لم يخص بمفصل وتوقف امام الحرمين. وبالبعوى وكذا دليل الخطاب في الارجح، وبفعله وتقريره في الاصح والاصح، وان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض، ومذهب الراوي ولو صحابيا، وذكر بعض افراد العام لا يخصص، وان العاده بترك بعض المامور تخصص، وان قرر النبي صلى الله عليه وسلم، والاجماع ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه، بل تطرح له العادة السابقة، وأن نحو قضى بشعة الجار لا يعم فقل الأكثر. مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه، والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح، والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر، فإن كانت قرينة التعميم فأجدر، وصورة السبب قطعية الدخول. قال: وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد. وقال الشيخ الإمام الظنية: قال: ويقرب منها الخاص بالقرآن التلاوة في الرسم عام للمناسبة، مثلا إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص. وقيل: إن تقارن تعارض في قدر الخاص كالنصين. وقالت الحنفية: وإمام الحرمين العام المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقوع التساقط، وإن كان كل عام من وجه فالترجيح. وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ، المطلق والمقيد، المطلق الدال على الماهية بلا قيد. وزعم الهامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدات الشائعة، توهم النكرة، ومن ثم قال: الأمر بمطلق الماهية أمر بجزء وليس بشيء، وقيل بكل جزء، وقيل إذن فيه. مثلا: المطلق والمقيد كالعام والخاص، وزيادة أنهما إن اتحدهما وموجبهما وكان مثبتين. قال: مسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص، وزيادة أنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكان مثبتين، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإلا حمل المطلق عليه. وقيل المقيد ناسخ، أو المقيد ناسخ إن تأخر، وقيل يحمل المقيد على المطلق، وإن كان منفيين فقائل المفهوم يقيد به وهو خاص وعام، وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة، وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة لا يحمل، وقيل يحمل لفظا، وقال الشافعي قياسا، وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف، والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا. الظاهر والمؤول: الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، وإن أولى لشيء فلاعب لا تأويل. ومن البعيد تأويل أمسك على ابتدأ، وستين مسكينا على ستين مدا، وأيما امرأة نكأت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة، ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر، وذكاة الجنين ذكاة أمي على التشبين، وإنما الصدقات على بيان المصرف، ومن ملك ذا رحم محرم على الأصول والفروع، والسارق يسرق البيضة على الحديد، وبلال يشفع الأذان على يجعل شفعا لأذان ابن أم مكتوم. المجمل والمبين: المجمل ما لم تتضح دلالته فلا يجعل في آية السرقة، ونحن حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله وامسحوا برؤوسكم، وقوله لا، وقوله قال، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح بولي إلا بولي، ورفع عن أمة الخطأ، ولا صلاتين بفاتحة الكتاب لوضوح دلالة الكل، وخالف قوم. وإنما الإجمال في مثل القرء أو القرء والنور والجسم، ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول، وقوله تعالى أو يعفو، أو قوله إلا ما يتلى عليكم، وقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وقوله لا يمنع، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم، جاره أن يطع خشبه في جداره، وقولك زيد طبيب ماهر، وقولك الثلاثة زوج وفرد، ولا صح وقوعه في الكتاب والسنة، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد تقدم، فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل، وهو يحمل على اللغوي أقوال. والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. قال: البيان يخرج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، ولا صح أنه قد يكون بالفعل، وأن قال ولا صح أنه قد يكون بالفعل، وأن المضمون يبين المعلومة، وأن المتقدم وإن جئنا عينه من القول والفعل والبيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد.
طيب من هنا دخل شيخنا الشيخ طاهر حفظ الله. السلام عليكم شيخنا طاهر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حفظكم الله الله ورعاكم، نسأل الله أن يحفظكم. يجزاك خير. طيب فقد نوينا القراءة عليكم أيضا يا شيخنا. قال: والأصح أنه قد يكون بالفعل، وأن المضمون يبين المعلومة وأن المتقدم، وإن جئنا عينه من القول والفعل هو البيان، وإن لم يتفق البيانان. قال: وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين ومر بواحد، فالقول وفعله ندب واجب متقدما أو متأخرا. وقال أبو الحسين المتقدم، قال: مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، وإن جاز إلى وقته واقع عند الجمهور، سواء كان للمبين ظاهر أم لا. وثالث يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر. ورابع يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. وخامس يمتنع في غير النسخ، وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا، وسادس ولا يجوز تأخير بعض دون بعض. وعلى المنع المختار أنه يجوز لرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ إلى الحاجة، وأنه يجوز أن لا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص. النسخ اختلف في انه رفع او بيان، مختار رفع الحكم الشرعي بخطاب فلا نسخ بالعقل. وقول الامام: من سقط رجلاه نسخ غسلهما، ما دخول ولا بالاجماع، ومخالفتهم تتضمن ناسخه. ويجوز على الصحيح نسخ بعض القران تلاوه حكما واحدهما فقط، والفعل قبل التمكن، ونسخ بالقران القران والسنه وبالسنه القران. وقيل يمتنع بالاحاد، والحق لم يقع الا بالمتواتره. قال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمع قرآن أو بالقرآن، فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة وبالقياس. وثالث إن كان جليا، والرابع إن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، والعلة منصوصة، ونسخ القياس في زمنه صلى الله عليه وسلم. وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلا وفاقا للإمام وخلافا للعمدي. قال: ويجوز نسخ فأحمد ناصه كعكسه على الصحيح، والنسخ به، والأكثر أن النسخ أحد ما يستلزم الآخر. قال: ونسخ المقالبة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في النظر، ولا النسخ بها، ونسخ الإنشائي، ونسخ الإنشائي ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد وغيره، مثل صوموا أبدا وصوموا حتما، صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر أبدا إذا قالوا إنشاء خلافا لابن الحاجب. ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيض على الخبر. وقيل يجوز إن كان عن مستقبل، ويجوز النسخ ببدل أثقل ولا بي وبلا بدل، لكن لم يقع وفاقا للشافعي. قال: مسألة النسخ واقع عند الكل المسلمين، وسماه ابو مسلم تخصيصا، ما قيل قال: فهو فالخلف لفظي. قال: والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع، وان كل شرعي يقبل النسخ. ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف، والمعتزله نسخ وجوب المعرفه والاجماع على عدم الوقوع. والمختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامه لا يثبت بحقهم، وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في ذمتنا الامتثال. اما الزياده على النص فليست بنسخ خلافا للحنفيه، ومثارها رفعت هل رفعت والى الماخذ والى الماخذ عود الاقوال المفصله والفروع المبينه. وكذا الخلاف في جزء عبادتها وشرطها. قال خاتمة: يتعين الناسخ بتأخره، وطريق العلم بتأخره الإجماع، وقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ، أو بعد ذاك، أو كنت نهيت عن كذا ففعلوا، أو النص على خلاف الأول، أو قول الراوي هذا سابق. ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى الآيتين في المصحف، وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها. قال رحمه الله: الكتاب الثاني في السنة، وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله الأنبياء عليهم السلام معصومون، لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة، تساوى وفاقا للأستاذ والشهير الثاني وعياضا للشيخ الإمام. فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل، وسكوته بلا سبب ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا. وقيل: إلا فعل من يغري الإنكار. وقيل: إلا الكافر ولو منافقا. وقيل: إلا الكافر غير المنافق، دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضي. وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة، وما كان جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح. وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح، وتعلم بنص وتسوية بمعلوم جهة ووقوعه بيانا أو امتثال لدال على وجوب أو ندب أو إباحة. قال: ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بالأذان، وكونه ممنوعا له لم يجب كالقتال
والحد والندب مجرد قصد قربته وهو كثير. قال: وإن جهلت فللوجوب، وقيل للندب، وقيل للإباحة، وقيل بالوقف بالكل، وفي الأولين مطلقا، وفيهما إن لم يظهر قصد القربة. وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول، فإن كان خاصا به فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فثالث ولا صح الوقف فثالث ولا صح الوقف وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه، وفي الأمة متأخر ناسخ، وإن دل دليل على التأسي، فإن جهل التاريخ فثالث ولا صح يعمل بالقول، وإن كان عاما لنا وله فيقدم الفعل أو القول له أو القول له وللأمة كما مر، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. قال: فالفعل تخصيص. قال: الكلام في الأخبار المركب، إما مؤمن وهو موجود خلافا للإمام وليس موضوعا، وإما مستعمل ومختار وأنه موضوع. والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. وقالت المعتزلة: إنه حقيقة باللساني. وقال الأشعري: مرة بالنفساني وهو المختار، ومرة مشترك، وإنما يتكلم الأصولي في اللساني. فإن أفاد بالوضع طلبا فالطولي، فطلب ذكر الماهية استفهام، وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي، ولو من ملتمس وسائل. وإلا فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه، وإنشاء محتملها الخبر، وأبق من تعريفه كالعلم والوجود والعدم. وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه، وما له خارج صدق أو كذب، ولا مخرج له عنهما. قال: ولا مخرج له عنهما، لأنه إما مطابق للخارج أو لا. وقيل بالواسط فالجاحظ. قال: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، فالثاني فيهما واسطة وغيره صدق، مطابقة لاعتقاد المخبر، طابق الخارج أو لا، وكذب وعدمها، فالساذج واسطة، والراغب الصدق المطابقة، والراغب الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد. فإن فقد فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين، ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا. قال: ومورد الصدق والكذب نسبة إلى النسبة التي تضمنها ليس غيره، كقائم في زيد بن عمرو قائم، لا بنوة زيد. ومن ثم قال مالك: بعض أصحابنا شهادة بتوكيل فلان بن فلان فلان، شهادة بالوكالة فقط، والمذهب بالنسب ضمنا والوكالة أصلا. قال: مسألة، الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا، وكل خبر وهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو ناقص، منه ما يزيل الوهم، وسبب الوضع نسيان أو افتراء أو غلط أو غيره. ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي رسالة بغير معجزة أو تصديق الصادق وما نقب عنه ولم يوجد عند ذويه، وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقول أحدا فيما تتوفر الدواعي على نقله خلافا للرافضة، وإما بصدقه كخبر الصادق، وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمتواتر معنى أو لفظا، وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس. وحصول العلم آية اجتماع شرائطه، ولا تكفي الأربعة وفاقا للقاضي والشافعية، وما زاد عليها صالح من غير ضبط، وتوقف القاضي بالخمسة وقال: وقال الاستقري قال وقال للصخري: وأقل 10، وقيل 12، و20، و40، و70، و300، و14. والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري. وقال الكعبي: والإمامان نظري، وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة للاحتياج إلى النظر عقيبه، وتوقف الآمدي. ثم إن أخبروا عن عيان فذاك وإلا، فيشترط ذلك في كل الطبقات. والصحيح ثالث ما إن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف، فيحصل لزيد دون عمرو، وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. وثالث وإن تلقوا بالقبول، وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافا للزيدية، وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج خلافا لقوم، وأن المخبر بحضراته جمع لم يكذبه ولا حامل على سكوتهم صادق، وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين، وقيل إن كان عن دنياوي. وأما مضمون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر، ومنه المستبط وهو الشائع نص، وقد يسمى مشهورا، وأقل اثنان وقيل ثلاثة. مسألة، خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر لا مطلقة. وأحمد قال يفيد العلم مطلقا، والأستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا.
قال مسألة يجب العمل به في الفتوى شهادة إجماع، وكذا سائر الأمور الدينية الظنية، قيل سمعا وقيل عقلا، وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا، والكرخي في الحدود، وقوم في ابتداء النصوب، وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية وأهل المدينة، والحنفية بما تعم به البلوى أو خالفه راوي أو عارض القياس، وثالثها في معارض القياس إن عرفت العلة من الصباجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل أو ظنا، فالوقت هو إلا قوبل، والجبائي لا بد من اثنين اعتضاد، والعبد الجبان قال لا بد من أربعة في الزنا. قال مسألة المختار وفاقا لسمعاني وخلافا للمتأخرين أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروية، ومن ثم لو اجتمع في شهادة لم ترد، وإن شك أو ظن، والفرع العد جازم فأولى بالقبول وعليه الأكثر. قال وزيادة العد مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس، وإلا فثالثها الوقف، والرابع إن كان غيره لا يغفل مثله مع مثله عادة لم يقبل. والمختار وفاقا لسمعاني المنع إن كان غيره لا يغفل، أو كانت تتوفر الدواعي على نقيها، فإن كان الساكت أضبط أو صرع بنفي زيادة على وجه يقبل تعارضا، ولو روى مرة وترك أخرى فكراويين، ولو غيرت إعراب الباقي تعارضا خلافا للبصري، ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر، ولو أسند وأرسل أو وقب ورفع وكزيادة، وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق به، وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي مرويا وعلى أحد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه، وتوقف أبو إسحاق الشيرازي وإن لم يتنافى فكالمشترك في حمله على معنيه. قال فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور، وقيل على تأويله مطلقا، وقيل إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال مسألة لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الأصح، فإن تحمل فبالغ فأتى قبل عند الجمهور، ويقبل مبتدع يحرم الكذب. وثالثا قال مالك إلا الداعية ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس، والمتسائل في غير الحديث، وقيل يرد مطلقا، والمكثر وإن نادرت مخالطته للمحدثين إذا أمكن تحصل ذلك القضي في ذلك الزمان. قال وشرط الراوي العدالة، وهي ملكة تمنع عن اقتراب الكبائر صغائر القصة كسرقة نقطة وهوى النفس والرذائل المباحة كالبول في الطريق. قال فلا يقبل المجهول باطلا وهو المستور خلافا لأبي حنيفة وابني فورك وسليم. وقال إمام الحرمين يقام ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهر، أما المجهول باطلا وظاهرا فمردود إجماعا، وكذا مجهول العين فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة، فالوجه قبول عليه إمام الحرمين خلافا للصيرفي والخطيب، وإن قال لا أتهم وكذلك، وإن قال الذهبي ليس توثيقا، ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق مضمون أو مقطوع في الأصح، وقد اضطرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه، وقيل ما فيه حد، وقيل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد. وقال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب ونفيا الصغائر، والمختار وفاقا لإمام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر ومطلق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفراق ومال اليتيم، وقال وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتأخيرها والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والديانة والقيادة والسعاية ومنع الزكاة ويأس الرحمة وأمن المكر والطيار ولحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة والسحر والربا وإدمان الصغيرة. قال مسألة الإخبار عن عالم لا ترافع به رواية وخلافه شهادة أشهد إن شاء، وإن شاء تطمن الإخبار لا محض إخبارنا، وإن شاء أو إن شاء المختار وصيغ العقود كبعت، وإن شاء إن شاء خلافا لأبي حنيفة. وقال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد، وقيل في رواية فقط، وقيل لا فيهما، وقال القاضي يكفي الإطلاق بهما، وقيل يكون سببا كهما، وقيل سبب التعديل فقط، وعكس الشافعي وهو المختار بالشهادة، وأما الرواية فالمختار يكفي الإطلاق إذا عرف مذهب الجارح، وقول الإمامين يكفي إطلاق من العالم وهو رأي القاضي إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم، وجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعا، وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل. وقال ابن شعبان يطلب الترجيح، ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم في الأصح، ورواية من لا يروي إلا للعدل، وليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده، ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيذ، ولا التدريس بتسمية غير مشهورة. قال ابن السمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه، ولا بإعطاء شخص اسماء آخر تشبيها، كقولنا أبو عبد الله الحافظ نعني الذهبية تشبيها بالبياقي يعني الحاكم، ولا تشبيها بالبياقي يعني الحاكم، ولا بها من اللقي والرحلة. أما مدلس المتون فمجروح. قال مسألة
الصحابي من يجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وان لم يروي ولم يطل، بخلاف التابعي مع الصحابي. وقيل يشترطان، وقيل احدهما وقيل الغزو او وقيل الغزو او سنه. ولو ادعى المعاصر العدل صعوبات قوم بين وفاقا للقاضي، والاكثر على عداله الصحابي. وقيل كغيره، وقيل الى قتل عثمان، وقيل الا من قتل علي. مساله المرسل قول غير صحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج به ابو حنيفه ومالك والامدي والامدي مطلقا، وقوم ان كان المرسل من ائمه النقل ثم هو اضعف من المستدي خلاف اللقاب. والصحيح رده، وعليه اكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم، واهل العلم بالاخبار، فان كان لا يروي الا عن عهد كبير مسيب قبل وهو مسند، ان عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح، كقول صحابي او فعله او الى اكثر او اسناد او ارسال او قياس او انتشار او عمل العصر، كان المجموع حجه. وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم، فان تجرد ولا دليل سواه فلا ضر الانكفاف لاجله. قال مساله الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف. وقال الماوردي، وان نسي اللفظ وقيل وان كان موجبه علما، وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب، ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر. قال مساله الصحيح يحتج بقول صحابي. قال صلى الله عليه وسلم، وكذا عن وفاء، وكذا عن فأن على الأصح، وكذا سمعت أمر ونهى أو أمرنا أو حرم، وكذا رخص بالأضر، وكذا أكثر يحتج بقوله من السنة. فكنا معاشر الناس، أو كان الناس يفعلون بعهده صلى الله عليه وسلم، فكنا نفعل بعهده، فكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون بشيء التابع. خاتمة مستند غير صحابي. قراءة شيخ إملان وتعديد المقراءة عليه فسمعوا، فالمناولة فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة لخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، فعام في عام، فلفلان ومن يوجد من نسله. فالمناولة فالإعلام، فالوصية فالوجادة، ومنع الحرب، وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة، وقوم العامة منها، والقاضي أبو الطيب من يوجد من نسل زيد، وهو الصحيح والإجماع على منع من يوجد مطلقا. وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين. ثم قال رحمه الله: الكتاب الثالث في الإجماع، ونقف عنده بإذن الله. أحسن الله إليكم حسن إبراهيم، وكتب الله لكم الكلمات التي في أحسن الله إليك، بس هناك كلمات فقط كلمات نقراها وننتهي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: عبر قال وعلى الأصح كقول في الوضوء. الصوت في مشكلة في الصوت شيخ محمد. مخصص بكسر الصاد الأولى، مخصص بكسر الصاد الأولى. قال فيما عمل بفتح أوله وكسر ثانيه. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا جزاكم الله. وفقنا وفقكم لمن يحبه ويرضى على رسولك والله دي لكم أماناتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله وحفظه ولايته. السلام عليكم ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا شيخنا نبشركم شيخنا الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم نبشركم بحضور اليوم نحو 270، نسأل الله أن يجعلهم امتدادا لحسناتك، جزاك الله عنا خير الجزاء. كذلك شيخ طاهر جزاكم الله خير، وكتب الله أجركم، والحمد لله رب. بارك الله فيكم ولكم مثل ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله عليك شيخ محمد، ونسأل الله أن يكتب أجرك على هذه القراءة الطيبة، وأن ننبه الأخوة أن موعدنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء في نفس الموعد.